بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده هنكون مع فريق كره الطائره رجال في بطوله افريقيا التي تقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. النادي الاهلي لعب جولتين، المباراه الاولى والمباراه الافتتاحيه كانت مع جرين تيم الكونغولي وفاز 3-0. امبارح كان مع الفتح واستطعنا ان احنا نفوز، اول امبارح كان مع الفتح واستطعنا ان احنا نفوز 3-0 ايضا. النهارده ثالث الجولات مع الاسمنت الاثيوبي. خلينا اقول لحضراتكم ان الاسمنت الاثيوبي وصل امبارح الفجر، النهارده اول مباراه ليه في البطوله، والحقيقه دي كانت موضوع عمل لنا دربكه كبيره، مش عارفين هنلعب ولا مش هنلعب. هم اكدوا وصولهم امبارح، ولكن طبعا انت كل شيء كان وارد للتغيير. فلغايه الفجر امبارح يعني كل المنظمين ومش عارفين هيكون في ماتش النهارده النادي الاهلي ولا لا. والحقيقه ده برضو في يعني مشكله، ان لازم الاتحاد الافريقي يكون في ديدلاين، لازم يكون في ديدلاين في الاشتراك في البطوله، وكان دايما بيكون هو المؤتمر الفني هو الديدلاين، ولكن النهارده هو سمح لبعض الفرق انها تيجي بعد الديدلاين. مش عشان حاجه، خلينا اقول لحضراتكم ان الفرق الافريقيه بتعاني من مواردها الاقتصاديه، ده وضع طبيعي جدا، ولكن عشان حتى البطوله ما تبقاش فيها اي بلبله من هذا النوع، فالهدف من الموضوع ده كان انه يعني الفرقه تشارك ولكن كان بيبقى على حساب يعني دربكه جامده في البطوله. فكنت اتمنى انه لو نقدر يعني يبقى في ديدلاين للاتحاد الافريقي، نبقى خلاص بعد المؤتمر الفني او بعد الاجتماع الفني مفيش اشتراكات تانية. النهارده ان شاء الله الاسمنت الاثيوبي مباراه مهمه، بكره هنلاعب العداله الكيلي، يبقى كده دي مباريات المجموعه كلها ان شاء الله نتصدر المجموعه. والحقيقه الاتحاد الافريقي اضاف دور ال 16، دور ال 16 هيكون يوم السبت، دور الثمانيه الحد، قبل النهائي الاثنين، الفاينل باذن الله يوم الثلاثاء. دي البطوله وترتيبها، مفيش راحه عندنا غير يوم الجمعه فقط للفريق. ضغط ماتشات يمكن ضعف الماتشات شويه ده مهون عليك، ولكن صعب جدا تلعب خمس ست مباريات في اسبوع، ده بيبقى رقم كبير جدا حتى في اي رياضه مش بس الكره الطايره. بس طبعا قبل ما نروح لاي شيء لازم نبارك امبارح لفريق كره اليد السوبر الافريقي الرابع في التاريخ. طبعا يعني فرحه كلنا امبارح بامانه، كل جماهير النادي الاهلي يعني وده المتوقع وده الطبيعي، كانت متابعه المباراه، اللي متابع على السوشيال ميديا على الويب سايت بتاع الاتحاد الافريقي، واللي متابع على شاشات التلفزيون، واللي بيدور عليه في كل مكان. النهارده يعني الناس فرحه كبيره جدا جدا بهذا الفوز الرابع للنادي الاهلي. كان يمكن اكتر فريق حاصد على يعني او حصد الـ 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 البطوله دي كان نادي الزمالك بسبع القاب، وكان من ثلاث سنوات بس كان 7-1، يعني 7 ألقاب لنادي الزمالك، لقب كان وحيد للنادي الاهلي. ولكن بعد الدعم الكبير من مجلس الاداره، وبعد الدعم الكبير من النشاط الرياضي، وبعد كل ال زي ما بيقولوا يعني التركيز وتوفير كل سبل النجاح، الفريق ده استطاع انه ياخد في اول مره في تاريخه 3 بطولات سوبر افريقي ورا بعض، ب3 مشاركات في السوبر جلوبال او بطوله العالم، اللي بالمناسبه السنه دي مش هتبقى في المملكه العربيه السعوديه، هتكون في هتكون في يعني في احد الدول يعني الثانيه هيعلن عنها الاتحاد الدولي. دي طبعا كواليس غرفه اللبس وفرحه البعثه الكبيره بلقب السوبر بعد مباراه، يعني مباراه كانت صعبه جدا. يعني امبارح زي ما حضراتكم شفتوا اخر دقيقه كان ايكوال جيم، وكان هجمه نادي الزمالك، فيعني بتصدها بتروح تحط جون، بترجع تاني تصدها تروح تحط جون، الامور كانت صعبه جدا جدا جدا، ولكن رجال كره اليد في النادي الاهلي. خليني بس اشير لحاجه، ان النادي الاهلي اختار الطريق الصعب، والان النادي الاهلي بيجني ثمار هذا الطريق. يعني هو الطريق ان انت تبني فريق شاب، كنت سهل جدا تروح زي انديه تانيه تروح تجيب لعيبه نجوم وتكتظ الفرقه بالنجوم وتحصد البطولات وخلص الموضوع، ولكن النادي الاهلي قال انا هبني فرقه سنها صغير وفي نفس الوقت احصد البطوله، فكان الموضوع صعب جدا. النهارده النادي الاهلي خد الطريق الصعب ونجح فيه، كل التقدير والتحيه لهذا الفريق وجهازه الفني مستر ديفيد اللي بيعمل في صمت رهيب، وكل ماتش الحقيقه بيفاجئنا بلاعب جديد. يعني ابراهيم حارس المرمى يعني الماتش ده حاجه سوبر طبعا، يعني بقول لك كل مره يعني بتلاقي لعيب بيظهر لك، ده دليل ان هو بيفجر طاقات اللعيبه، وان شاء الله يستمر هذا الفريق. وعندنا ابطال الكؤوس، بطوله ابطال الكؤوس اللي هتتلعب بعد السوبر على طول، فمهم جدا ان شاء الله نحصدها عشان نرجع بلقبين افريقيين ان شاء الله من افريقيا، دي حاجه اكيد تسعدنا جدا. نرجع بقى تاني لبطولتنا وتغطيتنا النهارده لبطوله افريقيا. اول امبارح فريق كره الطائره رجال كان بيلاعب الفتح المغربي، اللقاء خلص بنتيجه 3-0، 25-19 و25-19 و25-17.
كاميرا استوديو الابطال كانت موجوده وسجلنا مع بعض اللاعبين. خلينا نشوف الويه وارجع لحضراتكم تاني. ماتش النهارده كان ماتش اصعب من الماتش اللي فات. فرقه من المغرب فرقه كويسه جدا، هي صعوبتها ان احنا ما كناش اتفرجنا عليها قبل الماتش عشان دي اول ماتش هتلعبه، فما كانش معانا يعني فيديو او حاجه نتفرج عليهم ونوقف نقط قوتهم يعني وكده. بس طبعا فرقه كويسه جدا قدرنا نسدلها كويس مع مستر فرناندو والجهاز. يعني احنا في يعني اصعب حاجه اللي هو البلوك، ان احنا ما بنبقاش عارفين الضريب زاوياته المفضله ايه يعني. فهو مستر فرناندو كان دايما بيحاول يساعدنا ان احنا من اول الماتش نقرا اللعيب اللي قدامنا ونوقف بلوك يعني والديفنس على اساس ده يعني. ان شاء الله هيبقى معانا، هيبقى فرقه لعبه الماتشات اكيد، فهيبقى معانا فيديو كويس ان احنا نتفرج عليها مع السكاوتنج وبرده يعني مع الجهاز الفني يساعدنا ان احنا نبقى ماتش سهل ان شاء الله. في البدايه اصلا دايما قبل كل مباراه بيبقى معانا داتا للفرقه ودايما بنذاكرها ونقعد نتفرج عليها وكده، بس للاسف النهارده كان الموضوع صعب يعني. اول مره نشوف الفرقه، اول مره نعرفها، ما عندناش اي داتا ليها يعني. اتوجهنا حاجات بيزك كده عاديه في الفولي يعني. بعد كده يعني المباراه كانت صعبه في الاول عشان كده، بس بعد كده المدير الفني كابتن فرناندو والجهاز الفني طبعا وجهونا التوجيهات المفروض نعملها، والحمد لله قدرنا نسيطر على المباراه ونفوز يعني. هو بكره اجازه فغالبا هيبقى في تمرينه واحده بعد كده ريكفري، ونبدا بقى يعني نتفرج على الماتشين اللي عدوا دول، نعرف بقى ايه سلبياتنا وايه الايجابيات، نشتغل على السلبيات والايجابيات نحسنها اكتر يعني، وربنا يوفقنا. طبعا زي ما شفتوا يعني اللعيبه قالت ايه، قالت انه مع الماتشات، يمكن اول ماتش كان يعني في شويه دربكه، وضع طبيعي طالع من بطوله الدوري وانت حاصد الدوري وبيحصل، طبعا الكيرف بينزل، ده وضع طبيعي جدا، ولكن كلنا ثقه في مستر فرناندو ان هو استطاع انه يوزع الحمل شويه في اول مباراه. الاداء في الفتح كان احسن شويه، الفتح المغربي ان شاء الله النهارده في الاسمنت الكيني يكون الاداء احسن، وبكره العداله الكيلي يكون الاداء احسن واحسن. الحقيقه البطوله دي مميزه لعده اسباب. اولا انت ما شاركتش السنه اللي فاتت، فانت محتاج تاني ترجع للزعامه الافريقيه، لانه النادي الاهلي اكتر فريق حصد هذه البطوله، 15 لقب للنادي الاهلي، يليه فريق الصفاقس التونسي بست القاب فقط. فالنهارده انت محتاج تاكد ريادتك الافريقيه. وايه كمان؟ ان البطل هذه البطوله واللي اعلن ده على شاشه قناه النادي الاهلي كابتن فؤاد عبد السلام المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي، وقال ان حامل لقب هذه البطوله هيشارك في بطوله العالم لاول مره منذ عقود طويله ان يشارك بطل افريقيا في بطوله العالم. طب هو ليه بطل افريقيا اصلا ما كانش بيشارك؟ دي امور تسويقيه. انتوا عارفين طبعا انه الفولي بول في العالم بيتطور بشكل كبير، فكان بيدوروا على سبونسرز ورعاه بحيث ان هم يعني يجيبوا اعلى نسب مشاهده، فكان وجود فريق افريقي في وسط يعني هذه الفرق الكبيره كان بيضرها تسويقيا. افريقيا عامه مش 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 بالنادي بعينه، ولكن دي كانت ازمه شويه مع الاتحاد الدولي مع الفرق الرعاه، ولكن الموضوع ده اتحل، وكابتن يعني فؤاد عبد السلام مدير تنفيذي الاتحاد الافريقي اعلن ده على شاشه قناه النادي الاهلي، وقال ان حامل لقب هذه البطوله هيشارك في بطوله العالم اللي هيتم الاعلان عنها بعد كده يعني لاحقا. هيتقال فين وهتتعمل ازاي وفين ونظامها والكلام ده كله. طيب الفريق ده لسه عنده ايه؟ انا بدي حضراتكم بس يعني شويه ملخصات قبل ما اطلع لفاصل عشان استقبل ضيوفي في الاستوديو التحليلي، ولكن مهم جدا برضو نعرف حاجه، ان الفريق ده مش دي اخر بطوله ليه في الموسم. يعني لسه في كاس مصر هتلاقي يوم تقريبا 27 و28 4 بعد البطوله تخلص 24 ان شاء الله. البطوله دي بطوله افريقيه يوم الثلاث القادم، هتتوقف او هيتوقف الدنيا يومين ثلاثه وتلعب قبل نهائي كاس مصر، ونهائي كاس مصر اللي هيكون بالطبع او بنسبه كبيره ان شاء الله مع كل الاحترام لكل المنافسين، ولكن غالبا يعني فنيا بنتكلم فنيا هيكون اهلي زمالك ثاني في فاينل الكاس. يعني اذا دي ثالث بطوله ليه هذا الموسم. الفريق حصد بطولتين، سوبر مصر والدوري المصري، دي البطوله الثالثه ان شاء الله يحصل عليها، وباذنك يا رب كاس مصر يبقى 4 من 4 العلامه الكامله، ده الفريق الطايره. البطوله دي لو كانت جت السنه اللي فاتت قدر الله ما شاء فعل، كان هيكون النادي الاهلي ليه 4 فرق ونفوز بيها يعني. السنه اللي فاتت كان النادي الاهلي هيكون ليه 4 فرق بتشارك في بطولات العالم. السنه اللي فاتت او في مطلع هذا الموسم شاركت كره القدم في بطوله العالم في
طيب خليني احكي لكم القصه دي، بس انا يعني عايز استفاد فيها شويه، اقول لكم احنا شاركنا في ايه ورحنا ايه، بس لازم اطلع لفاصل الحقيقه، وهرجع بعد الفاصل عشان اقول لكم ليه البطوله دي لو كانت جت من سنه كان يبقى ليها طعم تاني خالص، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بنجومي اللي منوريني في الاستوديو، في استوديو التحليل لمباراه الاسمنت الكيني اثيوبيا، انا اسف الاسمنت الاثيوبي، مباراه النهارده اللي هتنطلق الساعه 8 على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. برحب بكابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ونجم نجوم الكره الطائره كابتن محمد كتات. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ منورنا، وان شاء الله النهارده تبقى مباراه جيده ونستمتع بيها ان شاء الله. الله يكرمك ان شاء الله. طبعا برحب بنجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والمدير الفني القدير كابتن نادر نبيل. اهلا بيك كابتن هيثم، منور الدنيا، منور وحشني، ربنا يخليك انت اكتر والله. اعزائي المشاهدين، احنا زي ما عودناكم بنروح ارض الملعب عشان نقلكم اجواء ما قبل المباراه. الزميله العزيزه رزان نصر موجوده في صاله الامير عبد الله الفيصل، خلينا نسمع ونشوف الاجواء ونشوف كمان ايه اللي بيتم قبل انطلاق المباراه. اتفضل يا رزان. برحب بيك كابتن هيثم، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كمان كل مشاهدينا ومشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل المقر الرئيسي فرع الجزيره بالنادي الاهلي، طبعا بالتحديد من داخل ارض الملعب صاله الامير عبد الله الفيصل، متواجده مع حضراتكم لنقل اجواء او اخر الاستعدادات لمباراه الاهلي امام الاسمنت الاثيوبي طبعا في بطوله افريقيا للانديه في نسختها ال45. طبعا كلنا عارفين انه بدايه هذه البطوله يعني النادي الاهلي متواجد بشكل قوي جدا، يمكن كسب اول مواجهه امام جرين تيم الكونغولي، وتاني مواجهه امام طبعا الفتح المغربي، والاثنين انتهوا لصالح النادي الاهلي فوز بنتيجه 3-0. النهارده بقى المواجهه الثالثه في المجموعه الاولى واللي هتكون امام الاسمنت الاثيوبي، وغدا اخر يمكن مباراه في المجموعه الاولى واللي هتكون امام العداله الكيني. خليني اقول طبعا عمليات الاحماء بدات منذ قليل يا كابتن هيثم، زي ما حضرتك شايف من خلفي يمكن مستعدين بشكل قوي جدا المدير الفني طبعا للفريق مستر فرناندو مونزو، يمكن لقيناه بيتكلم مع اللعيبه انه بيتم التركيز فقط في مباراه اليوم وبننسى اي فوز حققناه يمكن في المباريات الماضيه، وبيتم فقط خلاص التركيز بكامل يعني القوه في مباراه اليوم واللي هي طبعا الاسمنت الاثيوبي، وده طبعا شفناه الحقيقه على كل الفريق بالكامل في تركيز خلاص، وقال لهم كمان ان انتم من احسن فرق افريقيا ويعني ابطال الدوري، ولازم هذه البطوله يعني اكيد نحققها. كل التوفيق طبعا لرجال الطائره اليوم، وطبعا غدا بقى هتكون المباراه الاخيره امام العداله الكيني في تمام الساعه 8 مساء في نفس ميعاد مباراه اليوم ايضا على نفس الصاله صاله الامير عبد الله الفيصل، وهيكون يوم الجمعه في راحه سلبيه للفريق، وطبعا يوم السبت بقى هيستكملوا او هيبداوا رحله الدور ال 16. كل التوفيق طبعا لفريقنا فريق الطائره رجال في هذه المباراه، مباراه اليوم وايضا في مباراه الغد، ونرجع لك يا كابتن هيثم طبعا بالاحتفال بالفوز مع لاعبينا في اهم اللقاءات. طبعا شكرا لكم، ودي الاجواء او اخر الاستعدادات للنادي الاهلي قبل مباراه او قبل انطلاق هذه المباراه. عوده ليك طبعا مره ثانيه كابتن هيثم. روزان بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه زي ما حضراتكم شايفين عمليه الاحماء بتدور يعني على قدم وساق ان شاء الله عشان المباراه تنطلق في تمام الساعه 8. وخليني اكد لكم ان هذا الفريق وصل امبارح الفجر، وده طبعا عمل دربكه كبيره، ويمكن ارجع لضيوفي طبعا ابتدي بكابتن نادر. يعني يمكن كابتن وصول الفرق بعد يعني بعد الاجتماع الفني الموضوع ده بيكون صعب جدا ومجهد وبيبقى فيه دربكه كبيره جدا. طبعا في يعني بعض الاحيان بيبقى فيه مشاكل في بعض الدول الافريقيه في طيران في تمويل، سوء احوال جويه في تمويل، في حاجات كتيره طبعا يعني طبعا لتاخر الحاجات دي كلها، فممكن يجي قبل البطوله بيوم. طب ده يعمل لك دربكه في ايه كمدير فني بقى من منظور مدير فني؟ لا من منظور مدير فني بالنسبه لي فرقه جايه قبل الماتش بحاجات بسيطه، فرقه جايه تعبانه مجهده من السفر، تبقى فرصه كويسه جدا ليا ان انا اقدر اضغط عليهم واكسب الماتش بسهوله يعني. يعني احسن من فرقه بتيجي قبل البطوله بيومين او بثلاثه، خد وقتها وخد خد على الاجواء، خد نتمرن في الصاله تمرينتين ثلاثه، الحاجات دي كلها بتفرق كتير جدا، خاصه لو بتلعب بطوله خارج ارضك. تروح تتمرن تمرينتين ثلاثه في الصاله اللي هتلعب فيها، فدي بتفرق مع الفرق اللي بتلعب. طيب النهارده اول يعني مره نتكلم يا كابتن نادر عن البطوله، وعايز اسمع من حضرتك بقى وجهه نظرك عن البطوله، يعني شايف البطوله ازاي، شايف حظوظنا، شايف حظوظ الاهلي، ايه الفرق المشاركه بعد بقى 3 4 ايام البطوله؟ اكيد يعني حضرتك خدت تصور عام عنها، قول لي كلمني بقى، قول لي البطوله ايه؟ والله انا شايف ان فرصه الاهلي انا شايف انها يعني طريق مفتوح،
ان ان شاء الله باذن الله باذن الله فريق قوي جدا. الاهلي عنده سكواد في غايه الروعه، احسن لعيبه في مصر متمرنين كويس جدا، الراجل اللي معاهم فرناندو ماشي معاهم كويس جدا، كل واحد ليه دور ومهام ماشي عليها، في نظام وسيستم كويس جدا جدا للفرقه. وانا شايف ان الفرق المشاركه الاهلي احسن بكتير. يعني انا شفت انا شفت الفرق حتى في المجاميع الاخرى مش مجموعتها، انا بصيت على كل الفرق المشاركه، طبعا منهم الفرق اللي هي بتمثل الدول العربيه اللي هي تبقى اكتر يعني تنافسا شويه من الفرق الافريقيه، بالفرق اللي ليبيا وتونس تحديدا، ليبيا وتونس والجزائر الفرق المشاركه تقريبا من كل دوله فيها فرقه. انا شايف الاهلي احسن بكتير، وشايف ان حظوظه ان شاء الله اوفر بكتير باذن الله. ان شاء الله نحتفل مع بعض التلاتة ان شاء الله. اكيد 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 ان شاء الله. كابتن محمد، يعني وجهه نظرك ايه عن البطوله؟ يمكن احنا بعد 3 4 ايام اكيد 100% خدنا تصور بقى فني مع النظر بقى للمجموعة الأخرى ومجموعتنا، رأيك إيه؟ هي المجموعة طبعا بتاعتنا هي مجموعة مش هنقدر نقول عليها قوية، هي مجموعة يعني متوسطة، الفرق اللي فيها مش قوية قوي، هو إن كان الفتح المغربي يعني كان في شوية وكسبنا الحمد لله وعدناه، فإحنا عندنا دلوقتي هم ماتشين إحنا هنقول عليهم يعني إن شاء الله يبقى زي تريننج في سواء الأسمنت الأثيوبي أو العدالة الكيني، وبعد كده نبدأ بقى نشوف من المجاميع التانية. يعني إحنا في المجموعة التانية عندنا منها أبو سالم التونسي حجم اللقب، وهو هو ده، ويعني إن شاء الله إحنا هيكون هو يعني بنسبة كبيرة هيكون موجود في النهائي يعني. فان شاء الله لو ما بنهوش قبل النهائي ولو كده ان شاء الله يعني قادرين ان شاء الله ان احنا نتخطى العقبات كلها سواء لان احنا كمان ما عندناش داتا، يعني الفرق لما بتيجي احنا ما عندناش داتا ليهم، فانت بتخش انت كمدير فني بتخش في الملعب ومن اول شوط انت بتبقى تيست للشوط، تبدا تعمل السكاوتنج بتاعك على اللاعبين اللي قصادك، تعرف نقاط القوه فين وتبدا ان انت تشتغل عليها من الجيم الثاني والثالث. فان شاء الله يعني احنا يبقى لينا اليد العليا باذن الله ونكسب ان شاء الله. كابتن شادي فهيم المحلل التقني ليه دور كبير جدا لانه اكيد بيتفرج على المباريات، جميل ورائع وعنده خبره كبيره جدا، اشتغل مع منتخبات واشتغل مع النادي الاهلي فتره كبيره، ما بيشتغلش بس على فرقتنا كمان وبيشتغل على الفرق الثانيه طبعا الثانيه اللي ممكن تقابلها. صحيح، النهارده كل المحللين التقنيين ليهم دور كبير، بيبقى عليه جهد كبير جدا طبعًا. يعني تقريبا ممكن الفريق كله ينام وهو شغال طبعًا. مواصل ليل مع نهار علشان يقدر ان هو يعني يبقى مواكب، يعرف مين اللي كسب النهارده مين اللي اتخطى، ممكن مثلا يجي مولوديه ابو سالم تخسر صحيح. فيطلع بره فيقوم الشغل كله اللي هو حضره لازم يشوف بقى مين اللي جاي تاني يبدا ان هو يحضر. طب يا كابتن زي ما عودنا الساده المشاهدين خلينا برضو نستعرض الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي، حضرتك لو يعني تقول لنا مين اعضاء الجهاز فرد فرد وهنعرضه على الساده المشاهدين. احنا عندنا الهيد كوتش هو مستر فرناندو مونزو ده اسباني، عندنا المدرب العام كابتن محمد السيد، مدرب الفريق كابتن محمد الحسيني، عندنا مدير الفريق كابتن عبد اللطيف عثمان، الاداري الكابتن احمد محمد اسامه، عندنا المحلل التقني سكاوتنج كابتن شادي فهيم، دكتور الفريق هو دكتور ايهاب فخر الدين، عندنا دكتور اخصائي العلاج الطبيعي الدكتور اسلام محمد، اخصائي التاهيل الدكتور اسامه محمد ابراهيم، عندنا مدلك الفريق كابتن محمد شهير الدين، عندنا اخصائي اللياقه البدنيه هو كابتن شريف محمد صلاح. تسلم ايدك يا كابتن، ده كان جهاز الفني للنادي الاهلي، الجهاز الذي يقود كتيبة الماسترز اللي استطاع السنة دي انه يفوز بلقبين، السوبر المصري والدوري المصري، وان شاء الله اللقب الثالث في الطريق باذن الله. يعني ان شاء الله في بطولة افريقيا عشان تأهلنا لبطولة العالم. اروح لضيف العزيز كابتن نادر، استاذن حضرتك تقول لنا مين قائمة الفريق النهارده ان شاء الله هتشارك في المباراة. اتفضل. القائمة النهارده بتتكون من يوسف حمد الصافي لاعب مركز 4، عبد الله عبد السلام طبعا صانع الالعاب وكابتن الفريق، عبد الحليم عبو لاعب مركز 3، احمد صلاح طبعا نجم الفريق ضارب مركز 2، حماده عثمان ضارب مركز 3، محمد رمضان الليبرو، عبد الرحمن الحسيني لاعب مركز 4، محمد عصران لاعب مركز 4 برضو، الكوبي جارسيا ليبرو كويس جدا ممتاز، يوندر جارسيا، حسام يوسف المعد، سيف حسن عابد ضارب مركز 2، عبد الرحمن سعودي سنتر بلوك، محمد عبد المحسن لاعب مركز 3، واحمد عزب لاعب مركز 4. ما شاء الله فريق الحمد لله مش ناقصه اي حاجه، وان شاء الله باذن الله يكون الفوز حالفنا النهارده. يعني حضرتك علقت على القائمه ان الحمد لله عندنا في كل المراكز طبعًا. الدنيا كويسه واللعيبه ربنا يحفظنا من الاصابات يا رب. الحمد لله الحمد لله يعني الفريق مكتمل جدا. وانت شايف من كرؤيه محلل ان الدنيا كويسه ان شاء الله. كويس، يعني حضرتك برضو يعني بتقول
خارجين من بطوله الدوري من غير اصابات، دي حاجه كويسه جدا جدا. الحمد لله. ده دليل على ان في اعداد بدني كويس جدا للفريق، في تجهيز للفريق كويس جدا جدا. زي ما قلت لحضرتك، قلت توزيع الحمل في الماتشات. بالظبط، وخاصه الماتشات في المجموعه بتاعتنا يعني مش قويه شويه. نعم. يعني فيقدر اللعيبه اللي هيعتمد عليها في الادوار اللي بعد كده ممكن يريحها شويه. نعم. يبتدي بالصف الثاني بتاع الفريق، يشوف في لعيبه مثلا ما شاركتش كتير في الدوري ممكن يشاركوا في ماتشات زي كده، يشوفهم كويس، يقدر يقيمهم كويس، فدي فرصه كويسه ان شاء الله. وانت برضو مدير فني طبعا كابتن نادي، الاعزاء المشاهدين، مدير فني نادي الشمس الحالي للرجال، والحقيقه هو راجل يعني ابن النادي الاهلي وسنوات طويله يعني الحقيقه في الملعب، فمن وجهه نظره ومن وجهه نظر مدير فني. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده عمليه الاحماء، الضرب ده بيكون خلاص فاضل 10 دقائق على المباراه، بس الحقيقه لازم اروح لضيف العزيز كابتن محمد كتات عشان نعرف من المجموعات. برضو لازم نقول لحضراتكم مين المجموعات اللي بتلعب والفرق مجموعه مجموعه، عشان لان في ناس كلها بتقول مجموعه ثانيه مجموعه الموت. طب خلينا نشوف كل المجموعات ايه ونعلق عليهم مع ضيوفي الاعزاء. اتفضل يا كابتن محمد. احنا عندنا المجموعه الاولى كابتن هيثم. كم المجموعه الاولى يا كابتن؟ احنا عندنا هم اربع مجموعات. ممتاز. عندنا المجموعه الاولى فيها النادي الاهلي، الاسمنت الاثيوبي، العداله الكيني، وجرين تيم الكونغولي، والفتح المغربي. نعم. احنا الحمد لله كسبنا في ماتشين، والنهارده الثالث، وان شاء الله بكره باذن الله يكون الفوز الرابع باذن الله. عندنا المجموعه الثانيه هي مولوديه بوسالم التونسي، وانجز الايفواري، وولايه ديتشا الاثيوبي، والنصر الليبي، ووداد تلمسان الجزائري. المجموعه الثالثه فيها ميناء دولا الكاميروني، وبلديه الجزائر، والسجون الكيني، وسبارو الكونغولي، وجيساكرا الرواندي. نعم. المجموعه الرابعه فيها المواني الكيني، وجرين بافالوز الزامبي، والجامعه الزيمبابوي، والشرطه الرواندي، وفي جي ار الكونغولي. اشكرك. طب ليه يا كابتن بيقولوا ان المجموعه التاليه هي المجموعه الاقوى في البطوله؟ يمكن يا كابتن عشان فيها فرقتين من شمال افريقيا اللي هي من تونس ومن الجزائر، فدول يمكن هم مولوديه بوسالم التونسي. ايوه. والنصر الليبي. والنصر الليبي يعتبر هو النصر، يعني ما بيتابعوش شمال افريقيا. شمال افريقيا دايما بتقال على المغرب. صحيح. المغرب والجزائر وتونس. نعم. وحامل اللقب كمان موجود في المجموعه دي. بالظبط. فدي فالدنيا شايفين يعني متفقين مع النقاد كلهم. اكيد اكيد اكيد. يعني فيها شويه طبعا قوه عن باقي المجموعة، وان كان يعني هو دايما يفضل الكابتن هيثم، زي حضرتك طبعا كنت نجم وعارف ان دايما ان انت في التحضير في البطولات بيبقى بتفضل ان المجموعه بتاعتك تبقى مجموعه قويه، عشان لما تيجي توصل قبل النهائي والنهائي ان انت تكون جاهز للماتشات القويه، مش مره واحده تفاجئ ان انت بتلعب من مستوى مثلا هنقول ليفل 2 3 ليفل 10 على طول، فالموضوع بيبقى يعني مرهق. وان كان ان دي ميزه في مستر منزو ان هو بيلعب القايمه كلها عنده، مخلي كله جاهز. طب انا برضو عايز يعني سريعا كده بعد اذنك يا كابتن توقعاتك للماتش، يعني انا شايف ثواني وهنروح كابتن نادر، يعني توقعات حضرتك للمباراه. لا لا ان شاء الله فوز 3-0 ان شاء الله. 3-0 ان شاء الله. هيبقى في شويه شد ولا الدنيا تبقى حلوه؟ لا لا خاصه شايف في اطوال على فكره في الاثيوبي، شايف في فرق اطوال. الفرق الافريقيه بيبقى فيها اطوال كتير جدا. يعني طبيعي. شوف تشوف الاطوال تقول ده هيكسروا الدنيا، لكن للاسف الفنيات برضو الفنيات ضعيفه شويه طبعا لاسباب كتيره جدا يعني طول شرحها. بس ان شاء الله الاهلي 3-0 3-0 ان شاء الله. 3-0 ان شاء الله. كابتن محمد راي حضرتك ايه؟ هل تنضم كابتن نادر في هذا الكلام؟ طبعا ان شاء الله 3-0 والسكور ان شاء الله كويس كمان. ده انا شايف العيال ما شاء الله اكبر بيطيروا. خلي بالك يعني دايما لما احنا كنا بنيجي نقابل الفرق الافريقيه دي بالذات بيكونوا اجسام واطوال رهيبه جدا. ملعب حاجه ثانيه. بس ساعه بتخش الملعب بيبقى يعني ما بيتفرجش على التسخين من الاخر. لا 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 التسخين ممكن يكونوا عالميين، تلاقي واحد بينط من الشبكه الناحيه الثانيه. هم عندهم امكانيات بدنيه رهيبه، الفايبرز كمان بتاعتهم يعني العضلات لا رهيبه، بس تخش الملعب موضوع الفولي بيختلف شويه يعني بيعتمد على المهاره والذكاء، ودي مهمه. ضرب لا لا قصه كبيره يعني، كل اللي شايف الفولي مش قوه عضليه بس. انت عارف يا كابتن الفولي الناس تشوفه تقول ده سهل. لا لا صعب من جداً. اصعب يا كابتن هيثم وحضرتك عارف من اصعب الالعاب، لان انت الكوره جزء من الثانيه، عندك 6-7 مهارات، كل مهاره مختلفه، لازم يكون الناشئ بتاع الفولي متعود من هو عنده 9 سنين او يمكن كمان اقل بقى دلوقتي ستارت من 6 ومن 7، فالموضوع صعب جدا يعني. الباسكت طبعا انا عارف ان هي من اعنف الالعاب اللي موجوده، بس ما فيهاش المهارات زي الفولي. زي ما حضرتك شايف يا كابتن خلاص لحظات وتنطلق المباراه، بستاذن ضيوفي الاعزاء وجمهور النادي الاهلي، هنطير لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره لنقل المباراه الثالثه لنا في المجموعه مع مباراه الاسمنت والاسمنت الاثيوبي النادي الاهلي اللي هتقام بعد سنوات بعد لحظات. هنروح لمعلقنا الكابتن مروان صالح، فالى هناك.
شكرا معلقنا الكبير كابتن مروان صالح. اذا انتهت المباراه، الفوز الثالث في المجموعه، الاهلي والاسمنت الاثيوبي 3-0. الف مبروك للنادي الاهلي، طبعا اكيد هارد لك للاسمنت الاثيوبي، ولكن هي خطوه تؤهلنا ان شاء الله وتقربنا للفاينلز. برحب بضيوفي في الاستوديو التحليلي اللي منورني للمره الثانيه كابتن محمد كتات. منورني يا كابتن. منور يا كابتن، الف مبروك. الف مبروك على حضرتك كابتن نادي النبيل، منورني والف منور مبروك. منور ربنا يخليك، والحمد لله ربنا كرمنا. كابتن محمد، شايف المباراه ازاي؟ انت توقعت 3-0 يعني، وهي مشت كمان 3-0 بشكل مريح جدا، لدرجه ان حضرتك قلت لنا يعني تعليق انت وكابتن نادي اثناء المباراه ان حتى النقاط اللي خسرناها هي كانت نتيجه عدم توفيق لنا في سيرف. في حاجه رايك؟ صحيح صحيح، الحمد لله. احنا يعني الفرقه هي باين ان هي طبعا وصلت الفجر، ما لحقوش يريحوا زياده عن ان احنا الحمد لله اللعيبه بتوعنا نزلوا. يعني هو بدا بعبد الله عبد السلام ويوسف الصافي ومحمد رمضان وسيف عابد واحمد عزب وعبد الرحمن سعودي ومعاهم عصران، محمد عصران. فالمجموعه خلصت من البدايه زي ما بيقولوا. الارسال هو كان نقطه القوه اللي عندنا زائد البلوكات. لقينا فرق سكور ما شاء الله كابتن رهيب، 25-9 25-7 25-11. طب خلينا كابتن استاذن حضرتك، وطبعا تاكيدا لكلام سيادتك ولقاءات ما بعد المباراه، خلينا نروح لارض الملعب الامير عبد الله الفيصل وروزان نصر زميلتنا العزيزه، ولقاء مع احد اللاعبين يعني اللي اثبت وجوده بشكل كبير في الدوري العام وكمان في بطوله افريقيا، وكان دائما ابدا محل الثقه من المدير الفني سيف حسن عابد. اتفضل يا روزان. من جديد كابتن هيثم، برحب بيك طبعا وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك فوز النادي الاهلي على الاسمنت الاثيوبي طبعا بنتيجه 3-0، المباراه الثالثه او المواجهه الثالثه على التوالي من هذه البطوله. معايا طبعا نجم من نجوم فريق طايره رجال كابتن سيف عابد، طبعا برحب بيك في البدايه على شاشه قناه الاهلي، بقول لك الف مبروك طبعا المواجهه الثالثه على التوالي، بتفوزوا بسكور ما شاء الله. كلمني اكتر عن هذه البطوله من اول ما بدأت وعن المباراة النهاردة. الله يبارك فيك اولا يعني، والحمد لله طبعا احنا ماشيين بخطه مستر فرناندو من اول البطوله، لان هو طبعا يعني مقسم التحملات على الفرقه كلها، لان البطوله طويله هنلعب 4 ماتشات في المجموعه وعدها لسه دور 16 ودور 8، فهو مقسم التحملات او مقسم المجهود عامه على اللعيبه كلها. فالحمد لله قدرنا نكسب اول ماتش 3-0 والثاني 3-0، والنهارده هو الثالث، وبكره اخر ماتش ان شاء الله في المجموعه، يعني نكسبه باذن الله ان شاء الله، وبعد كده بقى هنكمل الدور 16 وان شاء الله ناخد البطوله يعني باذن الله. كابتن سيف، اتكلمت في نقطه مهمه جدا ان المباريات في هذه البطوله يمكن ورا بعض، فهل ده مؤثر شويه على تركيزكم، ولا احنا يعني زي ما بنشوف اداء رائع جدا منكم، هل ده بيأثر شويه عليكم ولا لا؟ لا، هو مش بيأثر بالسلب خالص، بالعكس يعني هي المباريات لما بتلعب كتير ورا بعض او لما بيبقى في كذا ماتش ورا بعض ده بيعلي المستوى، وزي ما قلت لك هو المستر فرناندو مقسم المجهود على كله، فيعتبر كله في مستوى واحد، والتعب مش هيبقى كبير قوي على لعيب واحد او اتنين لعيبه، بالعكس هو بيجهز الفرق كلها عشان يبقى لما يحتاجهم في الفاينل او في السيمي فاينل يبقى ملاقيهم يعني. خليني اسالك بقى على المواجهه الاخيره او المواجهه الرابعه في المجموعه الاولى يعني غدا امام العداله الكيني، خليني اسالك برده توقعاتك. لا طبعا احنا هنروح دلوقتي يعني اكننا ما عملناش حاجه الماتش ده، وهنذاكر الفرقه بكره بتاعت بكره يعني. مستر فرناندو بيدينا كذا محاضره ان احنا نشوف الفرقه اللي هنلعبها، وبنشتغل على نقط ضعفهم والحمد لله بنكسب يعني. كابتن سيف، كل التوفيق لكم طبعا غدا، والف مبروك مره ثانيه، نورتنا. شكرا كابتن هيثم، ده طبعا كان لقائنا مع احد نجوم فريق كره طائره رجال كابتن سيف عابد، طبعا بشكرك وعوده ليك مره ثانيه. روزان بشكرك شكرا جزيلا، وخليني ادي بس يعني لسيف حقه. سيف من ساعه ما جه الحقيقه وانضم للنادي الاهلي وهو دائما ابدا يعني موجود، ودائما ابدا بيشارك في اوقاته اللي بيشارك فيها بكل قوه. اشكرك يا روزان، لقاء كان مهم نقرب اكتر من سيف ونعرف يعني ازاي بيفكر وازاي مستر فرناندو كمان بيفكر مع الفريق. كابتن نادر اجل حضرتك اكيد ليك تعليق على المباراه، خاصه ان هي كانت نفس توقعاتك توقع كابتن محمد كمان 3-0، رايك يعني المباراه؟ والله الحمد لله ربنا كرم النهارده بمكسب كويس، وده زي ما توقعنا. الماتش ما كانش بالقوه يعني الكبيره، الحمد لله الراجل قدر يجرب، لعب عبد الله نص شوط وحسام نص شوط، طبعا غير السته اللي لعبوا الماتش اللي فات. هو الراجل ما شاء الله يعني عنده سكواد كويس جدا، فبيقدر يقسم مجهود المباريات على اللعيبه بالكامل، ودي حاجه كويسه جدا عشان يقدر يكمل لغايه النهائي بدون اي اجهاد ان شاء الله يعني. بس فهو ان هو النهارده يعني كان ماتش يعتبر الى حد كبير جدا ماتش سهل. الشوط الاولاني 25-9 25-7 25-11 الشوط الثالث، فطبعا المباراه كانت سهله جدا، كانت اشبه بتدريبه كويس. بس هو يعني ان شاء الله نقدر نكمل كده، لانه ساعات بتبقى المجموعات السهله يعني بس هي فرصه لالتقاط الانفاس. بس استاذن حضراتكم
يعني ضيوفي الكرام، نروح لارض ملعب تاني روزان نصر، ولقاء طبعا مع الاسطوره الكبير عبد الله عبد السلام. اتفضلي يا منصور. من جديد كابتن هيثم برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا معايا نجم يعني وكابتن فرقه كره طائره رجال كابتن عبد الله عبد السلام، برحب بيك طبعا يا كابتن في البدايه على شاشه قناه الاهلي، بقول لك الف مبروك، انتم ماشيين باداء رائع الحقيقه من اول هذه البطوله. كلمني اكتر كمان على مباراه النهارده واستعداداتكم لمباراه بكره ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك، الله يبارك فيكي، برحب بالكابتن هيثم وضيوف الكرام في الاستوديو. طبعا البطوله الافريقيه طبعا من التارجت السنه دي اللي احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا بيه ونحققه. مباراه اليوم اللي يعني متوسط المستوى زي ما انت شفت، احنا بناخد المباراه خطوه بخطوه يوم بيوم. امبارح كان عندنا راحه، خدنا محاضرات، ركزنا في التمرين. النهارده كان عندنا مباراه زي ما انت شفت، الجهاز الفني بيشارك اللعيبه كلها بصفه مستمره عشان يبقى اللعيبه كلها رجلها في الملعب وفي البطوله، والحمد لله يعني بنقدم بشكل كويس بغض النظر عن الخصم اللي قدامنا. يمكن اتكلمت انا وانت يا كابتن قبل المباراه على طول ان مستر فرناندو مونزو يعني المدير الفني للفريق بيدعم دايما الفريق بالكامل، والحقيقه يعني بيقول لهم كلام تشجيع كبير جدا، ده اكيد بينعكس على ادائهم داخل ارض الملعب. مظبوط، اكيد طبعا. يعني في ناس ممكن تبص البطوله اللي هي سهله، طبعا البطوله مش سهله، البطوله طبعا يعني احنا منظمينها واحنا ابطال من سنتين، في فرقه طبعا محترمه موجوده. مستر فرناندو زي ما حضرتك قلتي قالين لازم نركز جامد، لازم نحترم الخصم، ما لناش دعوه باللي بيلعب قدامنا، نأدي مهاراتنا ونأدي اللي اتمرنا عليه واللي بناخده في محاضرات عشان نطلع بشكل كويس ونقدر يعني يبقى موجودين باذن الله. كابتن عبد الله، انتوا ماشيين لحد دلوقتي 3-0 في كل الثلاث فرق اللي لعبتوها طبعا في المجموعه الاولى، بكره امام العداله الكيني، توقعاتك للمباراه؟ لا ان شاء الله رب العالمين، يعني لازم هنكسب ان شاء الله رب العالمين، لازم هنرجع دلوقتي ناخد محاضراتنا ونركز، هنقدم المباراه طبعا بشكل قوي جدا عشان يعني نبقى اول مجموعه وان شاء الله نركز في الادوار الجايه باذن الله. كابتن عبد الله كل التوفيق ليكم طبعا وبشكرك، نورتنا، شكرا. كابتن هيثم، ده طبعا كان لقائنا مع الاسطوره كابتن عبد الله عبد السلام نجم وكابتن فريق طائره رجال، بشكرك وعوده ليك مره ثانيه. روزان بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما حضرتك شفتوا يعني ده كابتن الفريق واسطوره كبيره بيفكر ازاي، او حتى الكلام اللي بيدور ازاي، هم عارفين عايزين ايه وعايزين يوصلوا لايه، وهو ده فريق الكره الطائره. واكيد ما حققش كل الالقاب اللي حققها دي بانفراغ سواء في الماضي او الحالي، ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله وتبقى هذه البطوله من نصيب النادي الاهلي. كابتن محمد اجيلك، يمكن ايه المطلوب من الفريق؟ يعني النهارده انت عندك مباراه، النهارده مباراه الخميس، راحه جمعه لكل الفرق، سبت حد اثنين ثلاث مباريات، لو انت مدير فني النهاردة هتفكر ازاي؟ لو انا مدير فني وهفكر بالفكر الاجنبي، نعم، بيشتغل ماتش بماتشه، انا مش هبص للنهائي النهاردة، مش هبص هلاعب مين في قبل النهائي، انا النهاردة كسبت ماتش خلاص، انا بحضر اوراق الماتش تاني يوم انا عندي. ودي نعم، بصراحة باينة جدا في مستر فرناندو ان هو بيحضر ماتش بماتشه. انا ما كسبتش البطولة، انا لسه لحد دلوقتي انا عديت ماتش في المجموعة، فده جميل ان هو هيبدا يحضر للماتش اللي جاي بتاع بكرة ان شاء الله، يكسبه يبدا ان هو بقى يشوف الماتش اللي هيكون بعده، هيشوف احنا هنلعب في انهي مجموعه، الفرق اللي طلع ايه، الفرق اللي صعد ايه، نبدا نشوف بقى نرتب اوراقنا السبت تاني، نعيد حساباتنا تاني. اللي هو عنده دلوقتي 12 لعيب او ال 14 لعيب جاهزين كلهم، هنبدا نشوف نلعب مين، لان هو طبعا احنا لما بنيجي نلعب كل ما بنقرب على النهائيات بيبدا يثبت التشكيل بتاعه. صحيح. علشان احنا خلاص احنا وصلنا مرحله الفاينل، فلازم خلاص انا اكتر عندي ستة هيكونوا جاهزين هم اللي هيلعبوا، وان كان ال 14 ما شاء الله عنده جاهزين. طيب هل يعني ممكن يلجا في بعض المراحل انه مثلا ما يشاركش لعيب خالص؟ يعني النهارده في مجموعه ما شاركتش، بس هل ممكن في مرحله من المراحل اللي جايه خاصه يقول لك لا انا يعني ما شاركش مثلا السبت او الحد لعيب معين، ولا لازم يلعب بقى من اول دور الثمانيه كل اللعب؟ لا هو هيلاعب، هو بيلاعب الناس كلها، وان كان زي ما احنا ما شفنا النهارده هو الماتش مش قوي، عشان كده هو حاول يدي الوجبه كلها للعيبه اللي موجوده حاليا في الملعب، لان اولا وقت الشوط قليل، السكور ما طلعش تقريبا عن العشرة، فلو انا جيت اوزع الحمل ده مش هيكون في حمل بالتاكيد، فلازم اركز على سبعة، فلازم اركز عشان اديله الوجبه بتاعت النهارده، وبكره ان شاء الله هيدي الوجبه للناس اللي ما لعبتش النهارده، هيديها فيقوم هو خلاص، هو دلوقتي اكتمل عنده الفريق، سواء النهارده هو لعب فهو خد الوحده التدريبيه بتاعته، لان لازم بعدد ساعات معينه، واخد بال حضرتك كابتن هيثم، ان
اللي خد النهارده خلاص هياخد بكره هتبقى الوجبه بتاعته كامله. هنخش بقى في السبت والحد ان شاء الله خلاص احنا الرجاله كلها جاهزه. اثنين قبل النهائي وثلاث قبل النهائي برضو كابتن نادر، يعني برضو اسال حضرتك، حضرتك مدير فني ونادي الشمس رجال، بيبقى برضو مش بس ان انت الفرق الثانيه هي منافسينك، انت بتنافس نفسك، عايز تجهز فورمتك، عايز تجهز للمباراه النهائيه، لان اكيد مش هتبقى سهل على الاقل حامل لقب السنه اللي فاتت هيبقى أكيد. مباراه صعبه، فالنهارده ازاي تقدر تبقى وصل فرقتك للتوب فورم على قبل النهائي والنهائي؟ كويس طبعا، ده سؤال مهم جدا. هو دلوقتي الماتشات اللي هو بيلعبها في المجموعه بتاعته ماتشات الى حد كبير هنقول متوسطه المستوى، ودي تعتبر اعداد جيد جدا لما هو قادم. في الماتشات اللي جايه هيبقى في فرق اصعب شويه، كل ما بتعدي ادوار كل ما في طبعًا. الفرق بتبقى اقوى بتزيد. طبعًا. كويس، فهو هو مجهز للكلام ده كويس جدا. في اللعيبه، في لعيبه واخده قسط راحه كويس جدا، في ناس لعبت، الناس اللي خدت راحه هتلعب وهكذا. هو الراجل ماشي كويس جدا، حتى لو حضرتك تاخد بالك من كلام كابتن عبد الله عبد السلام كان بيقول ان الراجل بيلعب الناس كلها بشكل متوازي، مفيش حد بيقعد لفترات طويله، كله بيلعب. عشان كده ما شاء الله الحمد لله مفيش اي اصابات في الفريق، ودي حاجه مهمه جدا جدا. طب الناحيه الفنيه وصل اللعيب ازاي في وضع زي ده للتوب فورم بتاعته؟ يعني دي انت بتتكلم هنا بشكل كبير للناحيه البدنيه، يعني ما حدش يجهل. كويس. طب الناحيه الفنيه هل ممكن استعيد بده بتدريبات الصبح مثلا؟ هل ممكن اعمل تمرين الصبح في وقت زي ماتش زي النهارده وماتش زي بكره، ولا ده ممكن يبقى اوفرلود على اللعيبه؟ والله هو ممكن تعمل تمرين الصبح، يعني مفيش مشكله خالص. هم بالتاكيد اصلا كمان كابتن هيثم هم يعني بيتمرنوا تمرينات صبح، عندهم وحده تمرينيه، لان الماتش لوحده مش كفايه. مش كفايه صح، مش كفايه لازم. فهو بيوصل له تمرينته الصبح دي طبعا بيبقى فيه تاكيدات على اللي هيتعمل النهارده بالليل، سواء الخطط ويرفع الحمل بيه زي ما كابتن نادر نفسه زي ما كابتن نادر قال. صحيح. يعني حضرتك شايف كده ان هو محتاج يعني انت ما تقلقش كمدير فني. لا خالص خالص، بس ممكن يقول لك ممكن يجهدوا وبتاع، بس ده ممكن يعمل ريلاكس زياده على اللزوم، يعني ممكن توصل الفاينل عندك ريلاكس زياده على اللزوم. صحيح. لا ده في ماتشات اهلي وزمالك والفاينل لازم يديلك وحده تدريبيه الصبح ساعتين علشان حتى الجسم يبدا ان هو يشتغل من بدري. ما ينفعش ان انا اكون جاي من راحه سلبيه كبيره جدا وانزل على الماتش نايم. وياما مرينا بالمراحل دي. صحيح. صحيح. طب يا كابتن يعني هل مثلا تمرينه الصبح دي مطالب؟ اصل برضه موضوع صعب قوي، انا كنت زمان اكتر حاجه يعني تتعبني ان انا اقعد العب ماتشات سهله كده ويبقى مطالب مني فاينل جامد. لا هي التدريبات، يعني التدريبات كلها تدريبات خفيفه وتخصصيه شويه، يعني مثلا ايه سيرفات. انا النهارده بالليل هلاعب فرقه عندها الاستقبال ضعيف، فتمرينه الصبح تمرين ارسالات بس، بحيث ايه ينزلوا الماتش. هلاعب فرقه مثلا عندها بلوك قوي جدا، همرن النهارده الصبح على ازاي لعيبه هتهاجم مع البلوكات القويه دي. فدي بتبقى شغل طبعا الراجل عنده سيستم كامل، عنده داتا كامله بالفرقه اللي هيلعب اللي هيلاعبها وبيشتغل على الشغل ده. طيب هسالكم سؤال، يعني سؤال واضح كده، يعني مستر فرناندو اول موسم ليه هذا الموسم والراجل مقل كتير، هو يمكن يعني المظهور الوحيد كان معانا يعني هنا في برنامج الابطال واتكلم معانا بصراحه يعني بكل شفافيه وكان واضح وكل اهدافه واضحه. انتوا شايفين ايه الاختلاف او ايه الاضافه؟ بلاش الاختلاف، احنا ما بنقارنش بين حد وحد، احنا بنقول ايه الاختلاف، كل واحد ليه بصمه. ايه البصمه بتاعت مستر فنلاندو من وجهه نظركم؟ كابتن نادر بيضحك بس انا عايز اسمع رايك. لا عشان هو مدير فني هو يحس بيه. طبعا انا بسال عشان كده، وانت كمان لعيب كبير اكيد ليك رؤيه كمان. هو انا شايف يعني من وجهه نظري طبعا ان الفرقه فيها هدوء، في نظام، الراجل شغال بهدوء جدا، الفرقه ما شاء الله مستواها البدني والمهاري في حته تانية خالص. حتى لما نيجي نشوف مثلا منتخب مصر، منتخب مصر لما بيلعب مثلا بطوله ما، لعيبه الاهلي فارقين عن اي لعيبه تانية حواليه زي غانا اكره. يعني انا بشوف لعيبه الاهلي في المنتخب لا فارقين كتير مهاريا وبدنيا. نعم. ده انا لاحظته كان باين جدا جدا. نعم. كويس، فده شغل الراجل بصراحه، يعني ما نقدرش ننكر مجهوده. الراجل شغال كويس جدا مع كابتن محمد سالم وكابتن محمد حسيني شغالين بنظام معاهم، كمان جهاز متكامل من جهاز طبي وجهاز اداري وداتا ده، يعني الناس شغاله كويس جدا وبنظام، وده باين من كلام اللعيبه جدا جدا. يعني شايف الفرقه اهدى، اللعيبه مركزه في الفولي بول اكتر، اوضه اللبس يعني مسيطر عليها بشكل كويس، ده الاختلاف. ودي حاجه مهمه جدا. طبعاً جدا طبعاً. دي حاجه مهمه طبعاً. جدا مش شرط بس النتائج والكلام ده، لا مفيش اي حاجه ممكن تسمعها على الفرقه. الفرقه ماشيه كويس جدا، بتكسب، النتائج كويسه، الراجل مفيش مشاكل بينه من اي لعيبه، لا الراجل علاقته باللعيبه كلها ممتازه جدا جدا، ودي حاجه مهمه جدا. طب كابتن محمد رايك ايه؟ رايك ايه اللي يميز مستر فرناندو السنه دي
يعني شايف انه ليه بصمه مختلفه. هي العقليه طبعا اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي العقليه الاوروبيه لما بتيجي وبتشتغل هو بيحط سيستم للجهاز اللي معاه وللعيبه ما بيخرجوش بره الاطار ده. للجهاز كمان. وللجهاز كمان. هو هياخد من كل لعيب ومن افراد الجهاز اللي هو عايزه في الاطار الشغل بتاعنا، وخصوصا ان هم جايين في تحدي صعب جدا. انت 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 كان عندك اخفاق في سنه سنتين. وفي اتنين فالوضع كان صعب، كان لازم يرجع للمسار الصحيح. المسار الصحيح هدوء وعمل عمل 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 فقط عشان يظهر النتائج، وده ظهر في ماتشات الدوري يا كابتن هيثم. زي ما حضرتك ما شفت انت بتلعب دلوقتي ثلاث ماتشات او اربع ماتشات تقال جدا ورا بعضيهم، وانت ما شاء الله الفرقه عندك بتكمل وملكش تشكيل برضو واضح. يعني وملكش تشكيل واضح. احنا فوجئنا في السوبر بسته بيلعبوا، وفوجئنا في الدوري بستة تانيين بيلعبوا، وما شاء الله الستة سواء اللي في الدوري أو في السوبر أو إن شاء الله اللي هيكون في الكاس. يعني إحنا عندنا ماتش بالمناسبة يوم 27/4 مع بتروجيت، وتاني يوم على طول الزمالك إن شاء الله هيكون. فأنت يعني أنت خلاص أنت بتلعب على طول ماتشات جامدة. يعني أنا حتى بقول ده إن هم ياخدوا نفسهم شوية، ما هو مش معقول كل البطولات أنت داخل ضرب جامد. فيعني لازم يكون ياخدوا نفسهم شوية، يريحوا فترة ويبدأ إن هو يستعيد البطولات. هم في شهر لعبوا تقريبا ثلاث بطولات، دوري صحيح افريقيا ويلعبوا الكاس والسوبر. كان قبل السوبر بس كان في فتره كافيه شويه، يعني كان في فاصل صحيح صحيح. ولكن انت دلوقتي خلاص انت هنا بتشتغل وبتطبق وجهه النظر بتاعتك في العمل. الاجهزه المساعده بتاعتك بتساعدك زي كابتن محمد السيد وكابتن محمد الحسيني وكابتن لطيف عثمان. انا يعني بشكرهم جميعا ان هم كانوا قد التحدي صحيح. وان هم قدروا يذللوا العقبات كلها اللي موجوده. اي طلبات للفرقه بقت مجابه، لان خلاص انت بتهيئ الظروف كلها سواء بقى من ادوات او من مستحقات اللاعبين او كل شيء. هو حتى عرفت من حضرتك يعني بالصدفه ان هم احدث اجهزه جت للفريق من سرعه الارسالات، اجهزه حديثه جدا في رادار، عندهم رادار عندهم اجهزه. وبصراحه يعني الحق يقال كان لكابتن ميدو دور كان هو طلب الاجهزه دي مطلوبه من السنه اللي فاتت. لا ده على مدار 3 4 سنين بصراحه عندهم ما شاء الله الله اكبر ترسانه اجهزه وادوات رياضيه في الملعب رهيبه تساعد الفرقه جدا جدا. انت لما يكون عندك الوسائل المساعده كلها موجوده خلاص، وانت حطيت السيستم بتاعك يبقى النتيجه كده الطياره بتطير لوحديها. اشكرك يا كابتن محمد، نورتني. الله يكرمك، سعدت بيك جدا كابتن محمد. شكرا جزيلا. نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. الله يكرمك، نورتني وشرفتني. الله يخليك، الله يكرمك، الف مبروك كابتن نادي نبيل، نورتني وشرفتني ضيف العزيز. وسعدت بيك واستمتعت بتحليلاتك. انا اسعد، ربنا يخليك، ربنا يخليك، الف شكر. اعزائي المشاهدين، دي كانت جولتنا النهارده، ثلاث ماتشات من ثلاثه في المجموعه، وبكره المباراه الرابعه هننقلها لحضراتكم بكره على الهواء مباشره. ايضا المباراه هتقام في الساعه 8 باذن الله على صالة الأمير عبد الله الفيصل. بفكركم تاني جمعة راحة، وبعد كده سبت 1 2 3 16 8 قبل النهائي والنهائي. أشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة، وانتظرونا في استوديو الأبطال غدا بإذن الله.